يمكن احنا بنبدأ سنة 21 واحنا اولا فخورين جدا باللي تم في السنة اللي فاتت، بالرغم من كل الصعاب اللي احنا واجهناها كمنظومة قدرنا ان احنا نقدم الهدف بتاعنا، قدرنا ان احنا نقدم يمكن واحد من افضل نماذج التعليم المدمج في مصر ما بين اونلاين واوفلاين، قدرنا نخرج بطلبتنا لبر الامان، حافظنا على معدلات الاشغال ومعدلات التقديم في كل مؤسساتنا التعليميه، وده يمكن انعكس عليه الاداء في السنه اللي فاتت. الحمد لله احنا محافظين على نتائج طلبتنا، محافظين على ارقام الشركه. سيره خرجت من سنه 20 اقوى ما هي دخلتها. الفتره كانت صعبه ويمكن احنا احساسنا الداخلي ان الصعب عدى واللي جاي باذن الله هيكون اسهل. We have major expansion plans underway already which should start and enter production by March 2021. Our expansion plans are in all aspects of our manufacturing facilities, which include yarn extrusion, carpet weaving, and tufting and printing. So this should enable us to serve you better during the first quarter of 2021 and beyond. يمكن على مستوى 2021 بنتوقع إن شاء الله إن الأداء الجيد للدولة يستمر. يمكن يبقى فيه انخفاض طفيف في معدل النمو، ولكن ما زلنا بننمو بشكل إيجابي. أيضا سيتم استكمال المشروعات التي تقوم بها الدولة، مشروعات البنية التحتية، مشروع العاصمة الإدارية هيتم افتتاحه إن شاء الله في القريب، المتحف المصري الكبير، والعديد من المشروعات الضخمة. كل هذه الأشياء تعتبر أشياء إيجابية جدا في هذه الأزمات الضخمة التي يمر بها العالم. على مستوى شركة بايونيرز إن شاء الله في خلال الفترة القصيرة القادمة هيتم تقسيم سهم بايونيرز إلى 3 أسهم، بمعنى أن الشركة سيتم تقسيمها قطاعيا إلى 3 شركات وفقا لما معلن عليه عنه بالسابق. معنى الكلام ده إيه؟ أن المساهم اللي كان عنده سهم في بايونيرز هيبقى عنده 3 أسهم، سهم في كل شركة من الشركات الجديدة. خطة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في خلال 2021، احنا حاليا طرحنا قناصة شروط لبيع 270 فدان في مدينة اليوربس الجديدة في خلال يومين اللي احنا فيهم، وبنستهدف ان احنا على نص فبراير ان شاء الله هنخش مشاركة على مشروع في القاهرة الجديدة ايلي بارك بمساحة 1700 فدان مع مطور عقاري. 2021 نأمل انها تكون استمرار لنجاحات الشركة القابضة المصرية الكويتية على مدار اكتر من 25 سنة. السنة دي إن شاء الله هنبتدي مرحلة جديدة من النمو بتشمل بدء الإنشاءات في مصنع الخشب المضغوط اللي الشركة كانت أعلنت عنه، إضافة إلى التوسعات المستمرة في كافة الأنشطة الأخرى من إنتاج الغاز الطبيعي والأسمدة والبتروكيماويات. ونأمل إن احنا نضخ استثمارات في حدود 180 مليون دولار في عام 2021. كل سنة وانتوا طيبين تاني، وبإذن الله عام سعيد في 21 ونمو الشركات بشكل عام، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا جميعا وعليكم، ونتمنى إنها تمسح الآثار السلبية ل 2020 اللي ناس كتير عانت فيها. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل عام وحضراتكم بألف خير، ونأمل إن سنة 2021 تكون سنة أفضل على الجميع.